أهلا بكم. سنة جديدة وأمل جديد يحظون في عام يؤسس للتسامح، للحب، للسلام الداخلي والمصالحة مع الذات. عددنا الأول في 2017 يروي قصص أسر هاجسها الإبن الوحيد، تتنفس الحياة في حضوره وتفارقها في غيابه. تفاصيل أوفى لكن بعد إطلالة سريعة على محاور العدد، ابقوا معنا. في أولى مواد عدد مختفون لشهر يناير 2017 نكتشف سويا تفاصيل لقاء فاطمة الزهراء رضا بأمها. خليتيني بوحدي، خليتيني بوحدي. أما موضوع العدد فيناقش تجليات الشرخ الذي يحدثه اختفاء الإبن الوحيد من خلال حالة ياسين من تارودانت. أنا راه بغيت نشوف ولدي، أنا راه ولدي بغيته كيف ما كان، ولدي بغيته، بغيت عين نشوف نعمر بها العينية كيف ما كان. هبيل بغيته، حادق بغيته، مريض بغيته، كيف ما كان بغيت ولدي أنا نخدم عليه. في نفس السياق نتطرق لحالة اختفاء مراد، الطفل ذي 4 سنوات وحيد أمه الذي توقف نبض حياتها بعد غيابه. فرقته دابا عام وثلاث شهور ونص، كي غندير انا تنعس؟ انا ما كنعس وما كنشوفش الناس الليل كامل وكنبقى فايقه، ولدي الوحيد. ولنا موعد مع الفرح ايضا من خلال قصه هدى فلاح التي تحكي رحله اختفاء مؤلم بين مدينتي فاس ومراكش محوره الاستغلال. مشيت لجمعيه الكرم في مراكش، بقيت تما 4 شهور، ومن بعد فاش دارت لعمتي في مختفون ودازت في النداء عاد لقاتني. بالفرح نستهل أول أعداد السنة، نهاية 2016 وقعتها دموع والدة فاطمة الزهراء رضا كما شاهدنا العدد الماضي، إلا أن بداية العام الجديد محت أثر الحزن بعدما عانقت الأم ابنتها من جديد. غير بعيد عن هنا تعالت أهازيج وأصوات نتاء الحي بالفرح، أصداؤها التقطتها كاميرا حسن بالرابح، حسن الشهب، ربيع العيدوني، سعيد حلوشي وأمين كثاري. من مدينة مراكش قدمت في الساعة الأولى من صباح اليوم إلى مدينة الدار البيضاء. للتو تخرج السيدة سميرة المساوي من المحطة الطرقية ولاد زيان، يحدوها الأمل للقاء ابنتها التي كانت مختفية منذ ما يناهز 5 أشهر. نهار الخميس كنت قاعدة ما بيا ما عليا، عيطت لي واحد المساعده الاجتماعيه قالت لي راه لقينا لك بنتك، وانا بديك الفرحه الحمد لله. غير منين لقيت بنتي باقا قاصر يلاه 13 عام ونص، اختلطت كربت لي على شي حد، وانا كنشكر الناس اللي قبضوها وحتفظوا لي عليها. انا اليوم ركبت مع 3 الصباح ووصلت مع 7 الصباح للمحطه ديال ولاد زيان، هي باش نوصل ونشوف بنتي ونشوفها 5 شهور ما شتهاش، وراه باقا هي صغيره وقصير، ما تنعس ما تنشوفو والعذاب وتنعس وتنوض مخلوعه، وتيتعبناش بنتي مكرفصه، ولكن الحمد لله الحمد لله ملي لقيتها ولقيتها محتفظين ليا عليها. الابنه المختفيه تم العثور عليها مقيمه بمركز حمايه الطفوله عبد السلام بناني بالعاصمه الاقتصاديه. لقاء بمشاعر مؤثرة وخاصة جدا تم بحضور مسؤولي المركز الذين شاطروا الأسرة فرحة اللقاء. نحن سعداء بهذا اللقاء في الحقيقة، ما نقدرش نعبر عن الإحساس اللي كنحس به وأنا كنشوف أن هذه الفتاة كتحتضنها الأم ديالها اللي هي الأسرة ديالها والوسط الطبيعي اللي خصها تعيش فيه.
حقيقة هاد البنت تحالت علينا المؤسسة كما واحد مجموعة ديال الفتيات اللي كيعيشوا وضعية صعبة، وهاد الفتيات تحالت علينا من المحكمة الابتدائية الدار البيضاء بوضعية صعبة. والهدف ديال هاد المؤسسة أنها الحماية ديال هاد الأطفال من هاد النوع، وكذلك التأهيل ديالهم وفي الأخير الإدماج ديالهم، ويعتبر الإدماج داخل الأسرة هو الإدماج الحقيقي، لأنه بدون أسرة ما يمكن لناش نحققوا الإدماج 100%. هي فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء، هذه فاطمة الزهراء. هي فاطمة الزهراء، هي بنتي قاعدة هي بوحدي يا فاطمة الزهراء، قاعدة هي بوحدي يا فاطمة الزهراء. خمس شهور وأنا عايشة بالعذاب، ما تنعس ما تنشوفو، تنضل تنجري وتنقلب على فاطمة الزهراء فين مشات فاطمة الزهراء. وهاد اللحظة كنتسناها بزاف، غيبت وما باقيش عقلت على راسي، كون ما كرهتش نبقى قابضها للأبد، ما نطلقهاش حين عزيزة عليا بزاف، عزيزة عليا بزاف. العائدة فاطمة الزهراء في بداية المراهقة خرجت من بيت الأسرة بمدينة مراكش، واستقلت أول حافلة متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء. كانت تريد زيارة المدينة واكتشافها لأول مرة. أسرت سبرت لي 100 درهم، بقات لي 3000 ريال، وأنا قلت الكار وأنا نجيب كازا، قلت كازا بقيت نضرب في 3-4 الصباح، وأنا نسد الطاكس ونمشى عند البوليس. يعني فعلا هذا هو التصريح ديالها نهار الأول، يعني بأن الفلوس اللي عطيتيها باش تشري سبرديلة، وداك الشيء اللي شاط ليها جا في بالها على أساس أنها تمشي تسارى كتسمع الدار البيضاء. دابا ما عطاتني الفلوس باش نمشي نشري سبرديلة، عطاتني 5000 ريال باش نشري سبرديلة. شريت سبرديلة ب 100 درهم، قالت لي 3000 ريال، درت صحابنا لي كازا تدورو فيها، قلت 1200 شديت لكا، أنا نجي لكازا، بقيت تندور 4 الصباح، وأنا نشد طاكسي ونمشي عند البوليس. غتبقي هنايا داكشي اللي كانت قراتها بسبب هاد المدة هادي اللي دوزها في القسم. الأمن سلم الإبن إلى المركز. هنا تلقت الرعاية الصحية والإيواء والحماية من التشرد وآفات الشارع. وبالمركز أيضا انخرطت في نادي تعليم الخياطة والفصالة، وفي ظرف وجيز أتقنت فاطمة الزهراء الأبجديات الأولى لهذه الحرفة. فاطمة الزهراء معروفة بالسلوك ديالها مزيان في المركز، وهذه ديما كانت كتبغي، ديما كانت كتسول على الام ديالها على والديها، ديما كانت تبغي تمشي. من نهار جات وانا خدامه على الملف ديالها، من نهار جات عندنا عاودت لينا باللي ما كاين لا اختطاف لا والو، باللي هي غير خرجت من الدار جات لكازا، بغات تسارى وتلفات وهذه وجات عندنا. صافي الحمد لله، بعدا منين جات عندنا لهذا المركز وهذا المركز قدم لها، تقدمات لها بزاف ديال الخدمات، وحصل اولها تقيدات فرشه ديال الخياطه وهي غادا فيها مزيان، حيت اصلا كانت عندها الرغبه ديال الخياطه. الأم والابنة تعهدتا ألا تفترقا مجددا. مدينة مراكش بضرب ضباشي، حيث تقطن الأسرة، أجواء فرحة هستيرية عمت العائلة والجيران والمعارف. أنا جارتها، مشينا معاها، خرجنا معاها، درنا معاها، جرينا معاها، ملي مشات لها بنتها درنا معاها، ما خلينا التقنت اللي ما مشينا ليه، وبكينا معاها وجرينا وجارينا أي بلاصة مشينا حنا وياها. ودابا الحمد لله، اللهم لك الحمد، تنحمد الله ونشكره، ملي بنت بنيتها فرحنا معاها وسعدنا كله هنايا الدار، هنايا من الفوق حتى لتحت تنصغرتو تنفرحو تنضربو الطعار، جبنا هادو الدقايق يا لعبوا لينا جراو، ملي جايه من الطواله هنايا وحنا تنلعبو وحنا تنجريو، لقينا لها الحليب والتمر والزغاريت والغنا والشطيح والرديح وكل شيء، وفرحنا ليها ملي بنت لها بنيتها، راه بنتها وبنتنا.
مني مشات بكيت وحزنت وتلفات بيا الدنيا وما بقيش تنعقل ومرضت، ولكن دابا خصها هي هادشي تفهمو دروك. هيا حاولت وجبتها، خصها تفهم راه غدا ولا بغدا عندها مسؤوليه، عباد تجوج باش تولد وليدات، خصها تعتمد على نفسها واخا رغم الفقر وسميتو. المهم خصها تعتمد على راسها. انا راني محاوله معاها وغادي تقرا وغادي كل شيء، ولكن خصها تعتمد على نفسها. محطتنا الثانية مدينة ترودانت، حيث نتعقب طيف ياسين داخل قلب أم أنهكها غياب وحيدها قرابة عام ونصف. تعاطي المخدرات، العزلة، وتجاهل الأب هي الكلمات المفاتيح للقصة التي سيسردها لنا حسن بن رابح. على مشارف مدينة ترودانت يوجد دوار أيت موسى التابع للجماعة القروية سيدي بورجا. الأم مجمعة العسكري رزقت من زواج سابق بابنها الوحيد ياسين في 87 900 1000. كدت واجتهدت لتنشئته قبل ما يقارب السنتين، خرج من البيت ولم يعد، في ظروف مفاجئة ومركبة. آمين يا رب تغنى الله تبارك وتعالى. يا رب يا آمين. تليفون خايب رزوني فيها كل ساعة صونا وطوى ما عمر بنت واحد ويسيني دان وعادة تسعة وعادة هاي ان شاء الله. النهار اللي خرج ولدي الخميس وانا خدامه فارينا كنحصد عند شي ناس، حيت جيت مع المغرب. المغرب لقى الدري مشى ما طلرجع، كنتسنى في دارو تعيط ما لقيتو. خرجت نسول الجيران نسول الدراري كلها يقول لي مع المغرب هود مع الواد، مشى لتارودانت ما طلرجع. مشيت سولت في تارودانت، سولت في ايت موسى، سولت شويه الدوبر هاد جي قريب، كل ما لي سولتو كل ما لي عرفتو سولتو. قال لي كاسيدي ما شتو عام وثمانية شهور. الابن غادر صفوف المدرسة في سن مبكرة في المستوى الثامن إعدادي بعد الطلاق. اقترنت الأم بزوج أرمل لم ترزق منه بأطفال، بل تكفلت بأبنائه وعاش ابنها في كنف الأسرة الجديدة. أما أبوه البيولوجي فلقد تزوج بدوره وأنجب 5 أطفال آخرين. المختفي ياسين كان قليل السفر خارج مقر سكنه بدوار أيت موسى، ونادرا ما كان يزور مركز الجماعة القروية سيدي بورجا لقضاء الضروريات فقط. 10 سنين وقيله ولا ما كاينه كاع. شحال عنده؟ كيقرا في الرابع. كيقرا. وجا كبر معنا بحال خونا، يعني بينه وبينه غير عامين. دابا هو راه عنده 28. نهار تكلم قال لك انا في الولفه. بن احمد في الاول بن احمد، على تالي قال الولفه. تاليا ما تتشتى صافي. صافي. نقول اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا يجي اليوم غدا يجي، تعيط دوتوف مختفون. مشيت تما دوزتو جيت الدري ما كاين، كيتكلم معايا في التليفون ويقول واه شنا الهيله واه هذيك لا واه هادي، والصح خبر تاع الصح ما كاينين. عيط برزيت. السيدة التي تجلس قرب الأم هي البنت البكر لزوجها الثاني، علاقة وطيدة جمعت السيدة جميعا وابنها ياسين بباقي أفراد العائلة الجديدة. ما كتبكي؟ ما كبرتيها عالي؟ شاول المدرسة. عالي ولا فاطمة الزهراء؟ ها؟ شاتيكوش نادرة. ما كنت في الدور مش عندك قنت راه مجهلنا عاش بنتك شكيت أنا ضطل انت عندي تجي زيتي تخيل دابا عندها وليد واحد وكتسنى مسكينه متى غيكبر متى غيقرا متى غيخدم يوصلها، ومشى مسكين في حالته ما بينه وبينه والو غير جلس تعيا وزاد ما تخاصم مع حد ما قال لي حتى واحد حتى حاجه. طيبات في دارو كتدي ليه الماكله ديالو ونهار بغى يمشي يتشاف حالته. كنجيو عندها دابا حنا للدار
عرفتي ملي كندخلو مسكينه هي تتهضر على ولدها ما عندها خاطر، كنجيو في الاعياد تبقى غير تبكي علينا، ولدي ما بان وكون خدو ما تفشي بلاصه ما عمرو اتصل، والناس عيدوا مع ولادهم، ودابا ولدي انا ما عنديش، مشى مات لا رجع. المهم ما عمرها بقات بخاطرها صراحه، ما نهار مشى تنجيو الهضره اللي كتقولها دائما، والبكا وتخرج بعض المرات تتقلب تسول صحابو واش اتصل بيهم واش ما كاين حتى شي حاجه. المتغيب ياسين بعد مغادرته المدرسة لم يستسلم للانتظار واليأس، بل بادر إلى امتهان حرف بسيطة كان أبرزها العمل في جمع الصخور التي تستعمل في استخراج الحصى المستعمل في البناء. ولدي ياسين كان خدام هنا في الواد، داك الرزيق كيلم كيجيو كيتخلصوا ويجيبهم ليا هكا ما يسولني فين درتهم، ما يسولنيش وين ندير بهم، حتى طبيب اللي دارو شرا الرقاشه 70 متر وبناها ما قول لي مسكين بيت ولا بيت ولا والو ولا فين درتيهم ولاش درتي بهم، وعمر ما سولني فيهم. ديما دري خدام حد مرض دري نفساني كيسها يعتذر معاه كيسها، واخا هاك مريض كيهود الا ود داك شويه ويتعطيني لدارو، ودارو ما كيتلف عليها ما والو، دار امه عمرو ما خصها ديال امه. على عكس معظم ابناء المنطقه ونظرا للظروف المعيشيه الصعبه لم يفكر ياسين قط في الهجره سواء الداخليه او الخارجيه، بل كان شغله الشاغل هو الاستقرار قرب والدته وعدم مغادره مسقط راسه، لكن الم به ما لم يكن بالحسبان المرض النفسي والعقلي. اتصلت لك مرات صافي من هذيك صافي مع مرته قال لي كاين ما كنصبر حتى هي كندخل لدارو كيتقطع القلب ديالي شوف قرانو دار وليداتهم ولادهم قرانو مزوزين كل قيت عيد زواج يديروا دارو ونشوفوا اللي نهار شرا 70 متر وبنا دارو فرحت حتى هو حتى ينيت داك النهار دور الصندوق جا سكن فيها مزال ما تغطى فيها والو قاعد فيها وفرحان ديما يقول ما بين ندخل الضو ما بين درت التلفازه هنا ما بين ندير هذه دروك رجع سيدي ربي الدري ما عرفت واش حي واش ميت قول لي تعالى شوفوا المشكل كبير كان باقي صغير وكيكمي الحشيش وكيشم السيليسيون بدا القرو في 15 سنه يعني باقي صغير، وفاش كدوي مع امو ولا شي حاجه كيقولها واحد النهار انا غادي نزيد نمشي في حالاتي انا غادي دابا ندير عقلي دابا تندوي معاه ولا كيسها، وفاش داتو امو عند الطبيبه برك 3 ايام في السبيطار يعني قالت لي الطبيبه ما عنده والو داتو غير حيت كيسها مره كيسها. ملي جا من السبيطار يعني باقي جالس بوحديتو ما بقاش كيجلس معانا ما بقاش كيهضر معانا ولا كتجيب لي كان جالس معانا في دارنا ولا جالس معانا في دارنا، فاش خرج من السبيطار ما بقاش بغى يبرك معانا وعاد جا لدارو لهنا، عاد تمو كتجيب لي الماكله لهنا وكيريح هنا، مو كدير لي زعما الخاطر تجيب لي الماكله وكلشي، عرفتي كيقول ما تبقايش لحقيني لداري ما بقاش تهضري معايا، وفاش واحد المره هز كاع المصيطه بايريا بالدار وبقى كيريب كيبر، عرفتي واحد السيد لاش عيطو تمو قلع عليا المصيطه وقلع عليا المصيطه بعدا بدا كيريب يعني ريب واحد الطرف ديال الحات تيقولوا لها الناس كلشي راه مريضه وديها الدري راه خرجوا عليه المخدرات، صراحه المخدرات خرجوا عليه بزاف
باقي صغير وماشي ديال هذا الشيء، هو ظريف وحنين ولفاش كنت تعجب انا، هو ما استاهلش هذا الشيء كامل صراحه. أطلال البيت تشهد على أحلام الإبن المتغيب، أما أبناء المدجر فيشهدون على أخلاقه الطيبة وتفانيه في واجبه صوب عائلته وبالخصوص أمي. ترك كل شيء وغاب. المهم يا سيدي كان صديق ولد البلاد ولد عائله، كنا كنخدمو مزيان، كان كيعاون دارهم وكل شيء، القرايه ديالو كان كيقرا مزيان ومبلي بالكره وكيخرج مع الاصدقاء ديالو وكان محبوب عند الناس وكيدير مزيان مع الانسان. المهم على خلا مع داك الشيء وقع عليه في العقليه ديالو وزاد بحالاتو ومشى، ودابا توحشنا وكنقلبوا عليه ما خلينا حتى كنت أمه محيرة عليه وكاع عائلتهم والأصدقاء كلهم كاع كيقلبوا عليه وما توحشوا وعزيز عند الناس درويش. زوج الأم بحث مرارا عن الابن المختفي دون جدوى. شي عاصق ليا ما بغيت والو. ياسين كان سموها بحال ولدي، ملي كنت جاي عندي تزوجت امه عنده 13 سنه وعندي فاش كبر داري وكان خدام راجل مزيان، ومن بعد داكشي اللي وقع ليه جا مسكين هو يمشي ما عرفنا واش حي ولا ميت، وهادشي اللي عطى الله ما سقينا به هو اللي عند امه بوحدو كترجع باش دير ليه وليداتي ديالو، القدر جابوه هو والله هو هذا. كلي كنتي لا فيك الشيء كلي، واخا عايش معانا واخا مهلي فيه واخا كل شيء كيتفكر في باه، با يقول با عمر ما سول فيه، عمر با ما قلبو، كان قاع في الحبس عام عمر ما دخل عليه عمر ما لحقو، جا من الحبس ما سول فيه، داك الشيء اللي بغى يفكر في عقل تاعو داكشي بغيت قيت كتفكر بعدها الكمية، بقيت مسكين يشوف الدراري كلها حنين فيها قبيله وكلها شوف مشيت كاع عند الحبس عوضها ليا، قالك شوفي با قلت ليه الروح انا راه با انا ونكر راه با عمرو ما سول فيا عمرو ما قلبني عمرو ما قالش لي ولدو دار ولا دار دار ولاد اخرين وانا مأمن ما حس بيا، وهي انا راه با انا ما نكره انا قلت با واني هو ما عمرو قلبني دبر راسو، داكشي كيتفكر مسكين تاعي وقعد تاعي كيعاود تاع الكمية داكشي اللي حفظ داكشي اللي حفظ داك المرضى اللي حفظ داكشي رجع ربي يعفو عليه. انا راه بغيت نشوف ولدي، انا راه ولدي بغيتو كيف ما كان، ولدي بغيتو بغيت عين نشوفو نعمر بيه العينيه كيف ما كان، هبيل بغيتو، حادق بغيتو، مريض بغيتو كيف ما كان، بغيت ولدي انا نخدم عليه، انا يجي لي ولدي نشوف انا وانا نخدم عليه، انا ناكل انا نشرب انا نلبس انا نصبط حتى حاجه ما نخصها لي انا ولدي حتى نهار يديني الله تفرق لي مع الموت، ورجع سيدي ربي اللي شافو طلب سيدي ربي تبارك الله يهديه اللي شافو يتصل بيا فين ما كان بغيت نجيبو، كان في السبيطار كان فين ما غير كان يقولها ليا. من تارودانت نتوجه إلى الدار البيضاء حيث تعيش أم أخرى حياة مبتورة بعد فقدانها أثر وحيدها مراد ذي الأربع سنوات. أفسح المجال لحسن بن رابح وحسن الشهب ليطلعاننا على التفاصيل. القصة يدور رحاها بالعاصمة الاقتصادية بمدينة الدار البيضاء في حي لساسفا جنان صوفيا، تقطن أسرة السيدة فايزة عاصمي.
من حياة عادية وزوجة مستقرة إلى مشاكل زوجية عديدة تمخضت عنها دعاوى المحاكم فالطلاق ثم اختفاء طفلها الوحيد مراد. مده نهار 29 في شهر 9 في 2015، من هذاك النهار باه داه ما عمرو عيط ليا ولا قال لي ولدك هاكي. المشكل البسيط وقع بالليل، الغد لي هز لي حويجو وداه وقال لي عمرك ما تشوفي ولدك. لحد الان عمرني ما شفته. حياتي عايشة عادة بالليل كامل ولا النهار، ديما كنفكر في ولدي، كنقول اش من نهار نشوف ولدي. تنخرج كنشوف الناس خارجين في الزنقة ما كنقدرش نشوف فيهم، كان عينيا كيبقى البكي بزاف، لانه انا الناس بزاف كيقولوا لي علاش ما كتخرجيش هكذا. كنقول لهم ولدي دابا عام وثلاث شهور ونص هو ما معاياش، كي غندير انا تنخرج وكذا. ما عرفتش، ما خليت ما درت باش نرجع ولدي، ما عرفتش كيفاش نرجع. قبل ما يقارب الشهرين من الآن حكم بالطلاق لصالح الزوجة غيابيا بعدما رفعت دعوى التطليق. جلسات المحكمة لم يحضرها قط الزوج، الزوج الذي اختفى عن الأنظار منذ ما تم السنة المنصرمة، غاب وهو يصطحب طفله الذي لم يتجاوز بعد الأربع سنوات. مرة ثانية هالطلاق ديالها، حنا دفعنا الشكاية نهار 1/12 تلفنا، درنا جهدنا ما خلينا فين مشينا، ما خلينا ديما شادة معك الطرقان، ما حنا دراجة الله يحفظك. كل شيء هذا الشيء بحال كيمتحن مصدر بيل هذا الشيء عندك من الدين ماما. احنا دابا صابرين، اللي صبرنا عام وثلاث شهور ونص راه صبرنا اكثر. كنتفكروا في المرض، كنتفكروا هذاك الوليد ما كاينش اللي غيحن فيه بحالك. ما عمرني ديما كنتفكروا ليل ونهار. ما كناش ساكنين في الدار، كنا ساكنين في ليساسفا. الدريه تعرفت على الولد 2011، جا عندي قلت ليه الا كنت ولدي فيك المعقول وداك الشيء جي مرحبا بك، انا بنتي الوحيده يعني ما غنديرش معاك الحساب. قال لي واخا خالتي كان هو درويش ماشي، عطيتو الدريه قلت لي غتجيب والديك. جاب والديه قلت لي علاش باك ما جاش؟ قال لي امي مطلقه من با. قلت لي واخا خص ضروري في العرس، الا جيتي في الخطبه امك بوحدها خصك في العرس ان شاء الله تجيب باك. قال لي ما نقدرش خالتي راه ما تيتلاقاوش، راه مطلقين ما تيتلاقاوش. قلت لي ماشي مشكل. من بعد العرس مشى لدارهم يعيد ما بقى جاش. واحد النهار عيطت لها قلت لها بنتي مالك ما جيتوش؟ قالت لي ماما راه صافي، راه صافي رد لي حوايجي، راه طلقنا البيت مابقيناش كارين. قلت لها علاش ما تشاورتيش معايا؟ ما ديش حوايجك بقاي حدايا، وهذيك الساعه اللي خصتكم انا نتعاون معاكم. هو كان خدام في القوصه ديك الساعه في واحد الشركه هنا، حبس ما بقاش خدام، صافي ما تحملش المسؤوليه ما. وما كناش متفقين على هادشي، كانوا متفقين غيكريو ويبقاو ساكنين وكنا حنا نتعاونوا معاهم. كنمشيو ملي كنلقاو حتى النتيجه ملي كنكون. الام فايزه لا تقوى على تحمل فراق طفلها مراد. كان مرادها من الزواج بناء عائله متماسكه يلفها الود والحنان. في مقتبل العمر تزوجت بمباركه الاسره، لكن حلمها انهار بعد فتره قصيره من الزواج والانجاب. انا ما كنقدرش نشوف فيهم، ما نقدرش انا نتحكم في راسي وما كنبكيش، وليت ما كنقدرش نخرج على قبل ولدي ما معايش. خرجت تتولد، جت عاوتاني درت لها التحاليل، تحملت بداك الوليد حتى ولدات. جا عندي ملي دعينا الدعوه الاولى جات لا فني خالتي عطاني ولدي ومرتي. قلت لي شوف تقد بمرتك تخرج تكري. خرج كرا، فعلا خرج كرا وحقول لها الحوايج ديالها. من بعد شي شهر هكاك باش داها عاوتاني رجعها مع امه. صافي قلت لها بنتي تحملي المسؤوليه ديال راسك، مشيتي مع امه صبري انا صافي بارك عليا من الصداع والمشاكل، صبري ولدتي ولدك صبري معاه. ثاني بقى داك الوليد بحال رجعها كينتقم منها عام تاع ليام، انتقام تينتقم منها. راكي دخلتيني المحكمه، دعيتيني، درتي ليا، صافي ما عمرها شافت النهار الزوين معاه، ديما المشاكل والعذاب والعصا. منذ اختفاء الزوج رفقة الطفل طرقت الأم رفقة أمها ما أمكن من الأبواب أملا في استعادة طفلها، لكن دون جدوى. مشيت قدمت بأن
درت شي كايب انه بغيت الولد ديالي صافي خرجوا ليهم استجوبوهم صافي كيقول لي صافي راه الام ديالو جات قالت لهم بانه راه الام ديالو هربت على الولد وخلات لينا الولد. هذا الشيء اللي قال لي البوليسي، ولكن انا ما يمكنش لي انا نهرب ونخلي الولد ديالي عنده. علاش انا غنهرب وغنمشي انا نديكلاري به وغنقول لهم انا بغيت ولدي؟ ما يمكنش. بسم الله. ولسماع وجهة نظر أسرة الأب المختفي حاولنا الاتصال في مرحلة أولى بأمه السيدة خدوج. ألو السلام عليكم. سلام. لاباس بخير؟ كل شيء لاباس. هادي خدوج. مبروك عواسرك. علينا وعليك. لا يخليك، حنا برنامج مخشفون. ايه. حنا كنسولو على العائلة ديال الدري مراد اللي داه باه. ايه خويا مالو؟ بغينا نسولك واش تقدري تصوري معنا تدوي معنا على هاد القصة هادي، حيت حنا كنصورو القصة ديال الدري مراد مع الأم ديالو مع الجدة ديالو. امتى اخر مره اتصل بك؟ ها؟ امتى اخر مره اتصل بك؟ اتصل بك انا ملي الله مشيت، ملي الوليد بقى هنايا خلاته ومشات كان غادي يغور للبلاد، ما بغاتش تمشي تناقشو، بقات لي قاعده هنا هي. وانا نقولوا في لوجه ما نقولوا انا هي شي، انا صراحه هي انا ما مخسره لقيت حاجه، ما مخسره لقيت حاجه، ما عندي ما نحج عليها، لا هي ولا والديها كلهم مزيانين. ونقدروا نجيو عندك نصوروا معاك؟ واش نقول لك انا؟ لا ما نقدرش نبان معاكم في نكذب عليك. واخا لالا سمحي لنا بزاف ومبروك عواسرك. ماشي مشكل، ماشي مشكل، سلمي لنا على موالين الدار والله يرحم بالوالدين. شكرا شكرا. وفي مرحلة ثانية اتصلنا بهاتف المعني بالأمر رقم واحد الزوج المختفي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سعد الحفيظ لاباس؟ لا ماشي عبد الحفيظ، هذا شكون معي؟ اشنو كيجيك هو من العائلة؟ ها؟ اشنو كيجيك من العائلة؟ لا هاد المرا كانت عنده. اييه؟ هو يا خلاها عندي دابا، هو ماشي خدام. لا واش بقى عنده هاد النمرة ولا ما بقاتش؟ واش هاد النمرة بقى ديالو ولا ما بقاتش؟ كاين في بيكرا ولا كاين في سميتي لي بيبي؟ وكاين معاه ولدو؟ كاين معاه ولدو؟ لا انا فاشتو بالخدمة ما كان معاه لا ولدو لا والو. الو حفيظ. حفيظ. الو. الو. عرفتيني شكون؟ لا ما عرفتكش. بصح؟ الو النمرة ثلاثة عندك. ولكن انت الصوت ديالك. انت حافظ انا ما كيخفاش عليا الصوت ديال راجلي. نمرة غلط عندي. نمرة غلط عندك؟ وباش كتواصل معي بالواتساب؟ ماشي انا كتواصل معك انا. اه انت؟ لا لا ممكن. جيب لي ولدي، علاش بغيتي؟ علاش داير هادشي كامل؟ واه كتسمي قلتلك انا ماشي هو حافظ. انت هو حافظ؟ شوف انا راه عشت معاك 4 سنين، ميمكنش لي انا غنسى صوتك. انا دابا خدام من سريتك سعد الحفيظ.
حنا برنامج مختفون، واش بغيت تصور معنا؟ واخو انا ماشي عبد الحفيظ انا. وصافي الا تلاقيتي به قول لي راه برنامج مختفون كيسول عليك. صافي ماشي شكرا. ديما كيدير في حكته، عمرو واجه شي مشكله، ديما كيتهرب. واخا نتصل به بعض المرات ما يجاوبنيش، كيبقى التليفون يصوني ما يجاوبنيش، ولكن هاد الصوت راه صوته هو انا. هو واخا هو قال ماشي انا، انا عارفه هو، لانه انا 4 سنين وانا وياه. ميمكنش ليا انا ما غنعرفش صوته، انا ديما كنعرف صوته، واخا ما بين ما عرفتش شحال من الناس غنعرف الصوت ديالو. هو واخا هو نكر ماشي هو، ولكن انا متاكده انه هو. ما بين مضمون المكالمة وتصريح الزوجة يزداد الغموض، والضحية الطفل البريء. وللاستشارة القانونية طرحنا بعض الأسئلة على أهل الاختصاص هنا بمدينة مراكش وبمقر جمعية النخيل. نلتقي بكاتبها العام وهو في نفس الوقت محامي بهيئة مراكش. الجمعية تختص في قضايا المرأة ولها إلمام كبير بملفات الأحوال الشخصية. تضطر انها تلجا للقضاء من اجل التطليق في غيبه الزوج اللي رفض انه يواكب الاجراءات ديال التطليق، ولا يمتثل الامر ديال المحكمه الحضور امامها للاستماع ليه. ومن بعد هذا الشيء كله هو يختطف بين قوسين ابن اللي هو تحت الحضانه قانونيا وشرعيا ديال 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 الام. هذه حضانه تنعرفوا جميع بان مدونه الاسره تتعطي الحضانه للام في جميع الحالات الى حدود ان يبلغ الطفل 7 سنوات. الاشكاليه تزاد تعقيدا بحكم ان هذا الاب اللي خدا الابن ديالو هو ابن ديالو تختفي، وبالتالي حتى الاجراءات ديال استرجاع الطفل كحق للطفل اولا أن يكون في حضن أمه، وكحق أيضا للأم أن تكون الحاضنة للطفل، هاد الإجراء هذا تتعذر ويصعب تنفيذه بحكم أن هناك حالة فرار، ويعني الأب خذ الابن واختفى. هذا الاختفاء دياله تزيد الأمور القانونية والإجرائية والمسترية تعقيدا. ما هو السبيل لاستعادة الأم لطفلها المختفي؟ وما هي النصيحة القانونية والقضائية الكفيلة بتحقيق مبتغاها؟ الأم محقة أنها تلتجأ للقضاء أولا لتنفيذ حكم القاضي بالتطليق، لأن هناك حكم قضاء بالتطليق وسند لها الحضانة، وبالتالي خصها تمكن من الحضانة ديالها، بمعنى خصها تدير طلب التنفيذ في هذا الحكم. المستجد هو ان المنفذ عليه اللي هو الاب غير موجود، اختفى. بالتالي انا اتصور ان السيده ممكن انها تلتجئ للمسطره الجنائيه ودير شكايه للسيد وكيل الملك، خاصه ان الزوج ديالها الطليق ديالها تيتواصل معها هاتفيا. وبالتالي بالنسبه للنيابه العامه وايضا الضابطه القضائيه تنعرفوا جميع بان هناك تقنيات لضبطه مثلا بواسطة الهاتف. في انتظار ذلك يهيمن غياب الطفل على يوميات الأم وأسرتها. الله تشي كل شيء بقاها اللي حرموا باه منه، إن شاء الله تعوضيه ليه تيا. شو اللي كنت منه وذاك الوليد زوين ما بغيناش نضيعوه مسكين. تفكروا بنيتي العافية كتش عليا في قلبي تيبغيني مسكين تيحماق عليا ديما ماما جي عندي ماما توحشتك. ذاك الوليد فيه ما يتبغى. أنا ما بغيتش بنتي تطلق، انا كنت فرحانه وجوجتها، ويعني راه الحفيد الاول ديالي. وش نقول لك، درت لها عرس واخا تسلفت وتكلفت، وبقى الدين كنخلص فيه لحد الان، ما كملتش الدين ومشى ليا الولد. انا بغيت ولد بنتي يرجع لها باش نصبر شويه غي يعوضني على داكشي اللي باقا تنخلص فيه. ماشي مشكل يرجع لها ولدها، كان الحل الوحيد هو الطلاق. طلق خصها تاخذ ولدها صافي. هادشي اللي كاين انا بزاف خويا تمنيت داك الوليد، ديما فرحانه تنفكر فيه، ما همتني الفلوس لا والو، ديما فرحانه غاديه كاسيه غاديه شحال من حاجه تنشريها وتنخزنها على ولادي باش نديها ليه. يعطيك ها ولدو ما عندك ما ديري ليه. داك الوليد عطاك الله تهلاي فيه تيكبر. هادشي اللي كاين حتى واحد ما مات بالجوع في
حد الدار كنطلب من الشرجم تيقعد لي واحد الوليد تيبقى بوحدو تيبدا يبكي شكون يشدو واخا ما كاينش اللي كيعوض الحنان ديال الام كاينش واخا يهزب راه تيبغي حقا تيبغي نقول انا لا ما نعسوش ولادي وعرفتهم كاينين كلهم ما تيدينيش الناس بقيتش مشيت على دارنا انايا بقيت شفت امي وبقيت شفت والدي على حق ولدك كيف ما هو راه ولدو حتى انا راه ولدي ممكنش هو يبقى معاه ديما وانا حرمني منه انا قلت نطلق راه تحكم لي الحضانه بانني غناخذو دابا المشكله واخا ننفذ ما عرفتش فين غننفذ بانه نرجع ولدي هو يقدر ما يحش بيا لانه انا فرقته دابا عام وثلاث شهور ونص كي غندير انا تنعس انا ما كننعس وما كنشوفش الناس ليل كامل وكنبقى فايقه ولدي الوحيد حرمني منه الله يرحم لك الوالدين الا كتشوفني عافاك رجع لي ولدي اشنو درت لك انا تحرمني من ولدي إذن مشاهدينا لمناقشة تجليات وتبعات اختفاء الابن الوحيد نستضيف كوثر القادري أخصائية نفسانية مختصة في العلاج السلوكي والمعرفي كوثر مرحبا بك مرحبا بارك الله فيك إذن شفنا في الروبورتاج حالتين لأمين شديدتي الارتباط بالابنين الوحيدين ديالهم وهذا ربما تيدفعنا للتساؤل على ربما طبيعة التربية اللي كيتلقاها الابن الوحيد واش كاينه مبالغة في الحماية ديالو واش كاينه خصائص معينة في التنشئة وفي التربية ديالو نقدروا نقولوا أنه الطفل الوحيد اللي عند والديه كيكون غالب عليه لا سور بروتيكسيون كيكونوا داك الوالدين تابعينه بزاف عنده كي مرض عنده كيدير يعني داك كيكبوا داك الاهتمام ديالهم كلهم على الطفل واحد كيما كنقولوا كيكون لو سول اوبجي دامور ديال لي بارون ديالو هذاك الاهتمام هذاك الا ما كانوش هذوك الوالدين يعني على علم يعني مشاو شافوا دي بروفيسيونيل هذا ما كانوش على عين بواحد المسائل اللي كيخصهم يتجنبوها في التربيه ديالو كنوقعوا يمكن نوقعوا في شي مشاكل وكيكون عندنا واحد لي بيرسوناليتي تيب ديال هذا الشكل ديال هاد الاطفال اللي كيكونوا وحيدين عند والديهم يعني هاد لا سور بروتيكسيون يمكن لا تعطينا بزاف د الحوايج اللي يمكن يكون مبالغ فيها بينهم ربعه ديال لي كريتير مهمين بزاف كيكون داك الطفل ما تيكونش عنده داك الحكم الذاتي داك لوتونومي ولا كتصعب عليه ما كيكونش ولا كتصعب عليه علاش لان ما مولفش كيكون مع دراري قدو ما مولفش كي يعني يتعامل مع واحد اخرين في الدار غير مع الوالدين ديالو يعني مولف كيكون اكثر مع لوتوريتي مع الناس الكبار حاجه اخرى هو لو بارطاج يعني التقاسم ديال الطفل ما كيكونش يعرف شي حاجه ديالي غادي يمكن لها نعطيها لواحد اخر ولا شي حاجه لاخر غير يمكن لي ناخذها ونردها له كيكون شي شويه داك الحب ديالو لي زوبجي كيكون يمكن له يكون زايد على اللزوم لان تيكون مولف انه كل شيء ديالو كيكون لو سونس دي ليميت الحدود اللي الوالدين ما تيقدروش في بعض الاحيان انهم يديروا لوليداتهم كيجيب المربي حيت داك الولد الوحيد راه اللي بغاها غادي خصها تكون ديالو اللي طلبها غادي نعطيوها له اللي بعض المرات كيقول لك ما نخسرولوش خاطرو هو داك ما نخسروش خاطرو راه كيمكن تكون خطيره بزاف بالنسبه لا ستركتور دو بيرسوناليتي ديال يعني الشخصيه ديالو التكوين الشخصيه ديال داك الطفل لان هادوك لي ليميت واخا ما يعجبوهش ولكن هما كيكونوا واحد لا سيكوريتي انترن ديال الطفل تيكون يعني كيحس بالامان واحد الاحساس الشعور بالامان انه هادي غنقدر نديرها هادي ما غنقدرش نديرها ماشي فحال داك الطفل كيكون في داك لا توت بويسونس اللي بغاها ديالو اللي حط عليها يدي غادي يمكن له يوصل لها يعني هاد الطفل هذا نهار ما يقدرش ما يتمكنش انه يوصل لشي حاجه يعني في خدمته ملي يكبر ولا لان الشخصيه كتكون معنا صغيره وتكبر معنا كيوقع مشكل كبير اللي كيمكنو يعاوتاني يدي لنا بزاف ديال المشاكل اخرى يعني عواقب نفسيه اللي يمكن لها تكون كبيره بزاف اذا كوثر ربما هذا غادي يدفعنا للتساؤل على ربما حجم الاثر النفسي اللي كيتولد على اختفاء الابن الوحيد خصوصا بالنسبه للوالدين
الواقع النفسي يكون كبير بزاف، علاش؟ لان الاختفاء يكون الولد الواحد كيكون اكثر، ولكن ولد الواحد ولا ماشي واحد، المشكل اللي كيكون عندنا هنا هو انه داك لا بيريود، داك لو بروسيسوس ديال لو دوي ديال الحداد ما كيمكنلوش يبدا عند داك الوالدين، لان الحداد كيعني انه لا بيرت تكون ديفينيتيف، كنفقدوا شي حاجه بطريقه نهائيه، ما كيكونش شي كيكون نقولوا يمكننا نصيبوه، يمكننا نديروا، يمكننا ما حد يمكن في الراس، هو انه داك لو بروسيسوس دو دوي ما كيمكنناش نعيشوه بطريقه صحيه. دونك شنو كيوقع؟ كيكون عندنا واحد الفترات محدده في داك الفتره ديال الحداد، داك لا كولير ديال الاول ولو ديني، يعني داك لو بارون كيكون هذا ويقول لك ما يمكنش وانا غادي نصيبو خصنا ندير، وهذا يعني ما كيتقبلش داك الاختفاء ديال داك الطفل. من بعد كيتولي واحد لا فاز دو مارشانداج، فين علاش يا ربي انا وكيفاش هذا واستغفر الله العظيم وغندير، واش شنو درت في حياتي، كيبدا الواحد فحال ايل سو رومي اون كيستيون، يعني كيدوز واحد اربعه حتى الخمسه ديال المراحل. اخر مرحله ديال الحداد هي داك لا بتيت ديبرسيون، كنقول لها اون ديبرسيون رياكسيونيل، يعني هي كتكون رياكسيون، واحد ردة فعل ديال شي تروماتيزم اللي تيكون وقع، الصدمة عاطفية اللي وقعت للواحد. هاد لا ديبرسيون كيفاش بغيتيها؟ بنادم يبكي وهذا ويدوز لحاجة أخرى، هو مازال كيتمنى من الله أنه داك الوليد ولا داك البنيته ترجع له. دونك هذاك في داك المرحلة ديال لا ديبرسيون كيكونوا عوامل نفسانية، وكيمكن له اللي كترتب عليها حتى أمراض عضوية، يعني كيكونوا واحد الهرمونات، إفرازات هرمونيه كبيره في الذات ديالنا ديال الستريس وديال القلق، من هذاك واحد الكورتيزول اللي ما حدو كيطلع في الذات، هو يعني كيمكن له يؤدي للامراض قبيحه بزاف، يعني منها السكر، منها لا طونسيون، من يعني الواحد كيقول لا المرض شي حاجه غير بسيكولوجيك، راه غير في الراس، ولكن اللي خاص الواحد يعرف هو انه بسيكولوجيك عنده علاقه بالجسم، الراس ما هوش مفصول على الجسم. دونك ملي كيكون الراس ماشي هو هذاك وعندنا مشاكل في راسنا، كيتكونوا افرازات هرمونيه باش كيتواصل لو سيرفو ديالنا مع 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 الذات ديالنا. هذا التواصل هذا بهاد الهرمونات، ما حد لهاد الكورتيزول كيطلع الهرمون ستريس الاساسي، ما حدو كيمكن له يدي الامراض كبيره، يعني قرحه ديال المعده، السكر، لا طونسيون، بزاف ديال الامراض اللي الواحد كيجيب له ربي بعيده كل بعد على العوامل النفسيه، هو النفسي كيمكن له يجيب هاد الامراض العضويه يعني باي سون بروبليم. إذا كوثر القادري، أذكر أنك أخصائية نفسانية مختصة في العلاج السلوكي والمعرفي، شكرا لك على هذه التوضيحات. إذا مشاهدينا نتحول الآن لمتابعة فقرة نداء من إعداد نوى اللالج. أنا سميتي الزايا المنصوري، كنقلب على بنتي في سبيطار كبير ديال قلعة السرام، عندها 23 سنة. إلا ربينا شي ناس ولا شي شافوها في الدوزيام يتصلوا بهم الله يرحم والديك. كنقلب على ولدي عبد العزيز العجيلي اللي تغيب في 2007، كان خدام في العيون ومن ثم غبر، وقالوا لي راه حرق، ما عمر لقيت عليه حتى شي خبار، ما عرفتو لا حي ولا ميت، لكن تي وليدي باقي في الحياه وكتشوفني وكتسمعني. جا وليدي الله يرضي عليك، راني كنبكي عليك الليل والنهار، وخوتك كيبكيو عليك. كنقلب على ولدي عبد العزيز تغيبالي مده طويله 2005، بس ما تنيت أخبار لوليدي، أنا شفتيني وليدي، أنا يسمون عني عني ملك الناس ما نشوفه، أنا شفتيني وليدي عني أنا ساكنة في الداخل، أخوتك يسمون عني قبالك يسمون عني، وأنا ما كان ناس ما نشوفه وليدي، كان بطني العضائية باش جيني وليدي، أنا شفتيني وليدي عندي. أنا موطيع مصطفى من مدينة بني ملال، كنسول على موطيع عبد الرحيم خويا، تغيب من سنة 1986، اللي كيعرف هاد السيد هذا فين موجود علمنا على التليفون على الشاشة ولا يعلم القناة دوزاب. كنقلب على با اللي تغيب في 2006، سميتو الحسن إداد الله أحمد، وما عرفنا السبب شنا هو، وكنتمنى اللي شافو أو اللي سمع عليه شي خبر يعلمنا على الدوزيم أو على الرقم اللي على الشاشة. كنقلب على الوالدة ديالي مباركة بنت مبارك بن بلال، ساكنه في حاحه في 8، راني دوزت النداء الاول في 2011 ولقيت خويا، وتنطلب من الناس الا شافوني في التلفازه اولا عندهم شي معلومه على الوالده ديال اللي سميتها مباركه بنت مبارك بن بلال حاحه، يتصلوا بالدوزيم اولا يتصلوا بالرقم اللي على الشاشه، وبلا مره تيقول لي اتصلوا بعليا شي ناس من اكادير، قالوا لي بلي ان راه كاين عند شي ناس سميتو الحسن والحسين، هما جوج الخوت التوام.
كنقلب على الوالد ديالي الهواري الغرباوي، راه مريض مرض نفساني وخرج مدة 4 سنين. هادي اللي كيعرف عليه شي حاجة ولا شافو الله يرحم الوالدين يتصل بينا النمرة اللي على الشاشة ولا الدوزين. الله يرحم الوالدي، رحنا توحشنا وبغينا نشوفوه. وقال الله عبد الرحمن مبارك، والأم ديالي سميتها فاطمة، تربيت في الخليج العين الشق 1971، وانا في الخليج العين الشق توصلت 23 عام 24 عام. اللي شافهم عيطي في المنات الشاشة ديال هاد اللي كنا في دوزان. كنقلب على حمد قرمان خويا نختفى من مولاي إبراهيم مدة 18 سنة، كان يشوفوا شي واحد يخبرنا بيه الله يرحم والدين، لكن تي كتشوفنا عيط لنا في النمرة ديال الدوزان ولا النمرة على الشاشة الله يرحم والدين. لكن تي بولادك مرحبا بك، كنتي بوحدك مرحبا بك باش ما كان نشوفك الله يرحم والدين. أنا الزهرة راميز شادة من حدريرية من دوار البريك ديال خريبقة، شادة من عندها، واليوم هي بنت الحاج سعيد، هذه خديجة شادة من عند خديجة، واليوم كنبري لها على أمها. بغات قالت لك تشوف أمها لا كانت تبان ليا. دابا أنا ساكنة دابا في سيدي عثمان النمرة 10 والدار 8، راه كنت ساكنة فيها باش شديتها من عندها، شديتها هي جامعة المسيرة. مراكش توجت أرض اللقاء بامتياز في هذا العدد، إليها عادت فاطمة الزهراء رضا كما شاهدنا في البداية، وبها عثرت أسرة فلاح على ابنتها هدى. لن أطيل عليكم، أترككم رفقة جيهان دبلالي، محمد مربوح، ربيع العيدوني، خالد رشيب وأمين كوثري ليعيدوا تركيب أحداث قصة مؤلمة، قصة طفولة صادرها الاستغلال والاشتغال المبكر. لنتابع. إلى مدينة فاس عادت بعد رحلة هروب من التعنيف والألم والعذاب. هدى فلاح قضت بمدينة مراكش بعدما خرجت من بيت مشغلتها قضت أزيد من 4 أشهر. شنو السخرة كنت تتعطيك؟ كنت كتعطيني بحال مثلا نجيب لها البوطة. البوطة الصغيرة؟ البوطة الكبيرة. إيه كتهزيها للراس؟ البوطة الصغيرة لا البوطة الكبيرة كي كنتي كديري لها؟ كنت كنوزعها على كتفي هنايا. كتطلعها عامرة ولا خاوية؟ لا عامرة، كندي الخاوي وكنجيب العامة. ما كيعاونك حتى واحد؟ لا. وشنو كانت هي كدير لك بحال دابا هكا في الكسوة ديالك فين كانت تحطها لك؟ شنو كنتي كتلبسي في رجليك؟ شنو كنتي كتلبسي في عرفت مقيين جداد بالين مقطعين؟ شنو ديال ولاد ولادها ماشي ديال البنات ديال الولاد. وهذا هو كبار عليا واخا كنت كنلبسهم حتى شو ولاد ولادها غلاد عليا. وكان واحد الماريو ديال الميكا في البانكو كانت فيه كدير لي حوايج مع السناد ديالها القدام. علاش هاد الناس مخرجوش قلبوا عليها؟ كانت من جوج النهار وهي في سميتو في جامع الفنا كدور حتى 10 د الليل عاد مشات للبوليس. ملي مشات للبوليس بيتها تما 24 ساعة. كانوا الوليد بالنيه خرجوا قلبوا عليها، خرجوا ديك الساعة تقلبوا عليها وتبعوها كرهم صابوها. اما يصابوها في جامع الفناء اما كصابوها عند البوليس واخا ما تبغيش تمشي معاهم يعني راهم صابوها. هما ما قلبوش عليها كاع، عيط لهم في التليفون جاوبتني بنتهم وهضرت معها بادب ما هضرتش معها بشي حاجه، قلت لها الله يعطيك الصحه بنت شي حاجه علميني الا كان بان شي جديد. ما بغا قالت لي واخا حتى اللي قطعوا عليا التليفون انا كنعيط وما كيقطعوا عليا التليفون. عيطوا لخا قال لك انا عايرتهم خطيتهم انا ما قلت حتى حاجه يعني مشيت معها بادب وما قلبوش عليها. بحال يعني شي حاجهكم شي حشره خرجت من عندهم صافي يعني ما كاينش اللي يقلب عليها. باها ما عنده غرض ما رباهاش يعني صافي كيقول انا كنقلب عليها وهو ما كيقلبش عليها. كيقول لك راه داعيهم وهو ما داعيهمش. انا اللي تحركت ما خليت فيه مشيت عليها. طلعت غير القناه ديالكم شحال وانا كنقلب عليها هنا في لافيات انا ما كنعرفهاش اش عاد وصلت ليها وعاد رجلت الاوراق ورجلت كل شيء وعاودها بتصيفط لكم وشحال عاد جيت لعندكم. ان جات قضيه جاتني قاصحه خصني نخدم خصني نقلب عليها خصني يعني ما ارتحيتش. كتبقى فيك هي معلوم تتبقى فيا تخاي نتخاي عزيزه عليا
انا كنت خدام عند واحد المراه في طريق المؤزر، مزوجين بناتها مزوجين ولادها، كاع ولادها وبناتها مزوجين، وغير انا وياها بوحدنا في الدار. كنت خدامه عندها، دائما كنشقى عليها، كندير لها اي حاجه بغات، ولكن دائما كتضربني على اي حاجه، واخا ما كندير لها حتى شي حاجه كتضربني. كنجفف، كنغسل الماعن، كنحك الحيوط ديال الدار الا كان شي نهار، كنبقى كنجفف بزاف نتاع الايام، ولكن من بعد صافي كنحكها وكنغسلها، حيت كتقول لي خصك تحكيها وتغسليها. من بعد صافي فاش مشيت للكوزينه ديك الساعات، حيد ديك الطبلي اللي كنت دايره، وخرجت بلا تفكير بلا حتى حاجه. اللي ما فكرتش، انا ماشي في فاس، انا ماشي في بلادي، ما عرفتش فين غنمشي، ما عرفتش غادي فين غنجي، صافي غير خرجت. اللي ما فكرت حتى حاجه، ما فكرتش في ديك العواقب ديال ديك الخروجه، ما فكرتش شنو غادي يكون فاش غادي نخرج. يعني غير خرجت، بقيت غير غاديه في الزنقه، غير تلعب في الزنقه، ما عرفتش فين غادي نمشي. من بعد صافي بقيت كندور في جامع الفنا. من بعد مشيت لواحد المركز الشرطه في تما في هذا في جامع الفنا. فاش مشيت بقاو كيسولوني كيف كي درتي حتى جيتي لهنا، شكون نتيا، شنو سميتك، شنو سميت باباك، شنو سميت ديك المراه اللي خدامه عندها. ما بقاو كيسولوني بحال هاد الاسئله. بت هي ديك داوني للكوميساريه، بت تما ليله. من بعد داوني شفت وكيلة الملك ودوات معايا، وعد من بعد مشيت للجمعيه، جمعيه الكرم في مراكش. بقيت تما 4 شهور. من بعد فاش دارت لي عمتي في مختفون ودازت في النداء، عاد لقاتني. وقت فاش هربتي من عندهم لعند باك، شنو دار لك باك؟ ما دار لي والو. فاش رجعت عندهم قال لي حتى شي حاجه. هربت من قبل، هربت ومشيت عند با وما قال لي والو. قال لي خصك ترجعي عندها، وعيط لهم ورجعني. ورجعك؟ ما عرفت علاش هربتي ولا والو. لا فاش كيجيو عندها ولادها، تيجيو تيلعبو تيضحكو معاها، تدير بيهم اللي ما كاينش، كتلقى ما عارف شنو تعطيهم، كتمنى شي حاجه ما كايناش تاسس عليهم. وانت ما عندك حد، ما هدى 13 سنة، يتيمة الأم، وللأب أسرة أخرى يوفر لها الرعاية الكاملة، فيما الطفلة هدى اشتغلت كخادمة وعمرها 9 سنوات ولم تشعر يوما بالاستقرار النفسي. كي تضح أن هذه البنية ما عندهاش شي تركيبة في الشخصية ديالها اللي وطيدة، يعني أنه تركيبة هشة، ما كانش واحد الكادر اللي يحتضنها، واحد اللي يحتضنها وتربى بشكل مستقر، وتاخذ الشخصيه ديالها تربى بواحد الشكل طبيعي. في نفس الوقت كنشوف انا كطفله استغلت لا من طرف الناس اللي خدموها، ولا من طرف الاب ديالها اللي كان كياخذ جميع، ولو أنه رغم أنه بسيط ذاك القدر الشهري اللي كان كياخذها الوالد ديالو، كما أنها كتنافى مع القانون الدولي لتشغيل الأطفال. هذه طفلة ديال 8 سنين كتخدم 13 عام، هذا عار ما خصش نسمحوا به، وحقوق الطفل غير مضمونة. هاد البنت كذلك هدى مسكينة عندها نقص عاطفي، ما تلقاش الحنان من أي جهة معينة، لا من الأب ولا من الخالة، اللي ما نوعا ما نقدروش الخالة نحاسبوها، على الأقل راح تطلتها 7 سنين دونك ما نقدروش نحاسبوها، ولكن الناس اللي شغلوها من بعد اللي اشتغلت عندهم لأنه يعني تكرسوا عليها وصبحت في واحد الوضعية ديال المستخدمة، وبالتالي
لا قيمة لها. بعد اللقاء تكلفت العمة بالعائدة، ولعل الأيام المقبلة تعود الحرمان الذي عاشته هودة. يعني غادي نبقى معها حتى الآخر في يوم في عمري، غنبقى معها غادي وخبها ما يدير لها حاجة، أنا كل شيء ديالها، أنا أمها، أنا باها، أنا كل شيء، أنا كل شيء غادي نحميها من أي حاجة، وغنتهلا فيها، غنعلمها صنعة، غنقريها، غنتقاتل مع الوقت حتى نوقفها على رجليها وتكون يعني تكون قادة براسها، كون زعما الناس قادة براسها، وكنتمنى الله ما يخيبناش الحظ. الشيء اللي كاين يعني ضروري ما غنفرطش فيها، ضروري غادي ندير فيها، ديرني انا فيها، امها فيها، باها فيها، خوها فيها، كل شيء، انا اللي طلبتها غنكون انا اللي حاضره، اللي حياني مولاي الكريم. كنتمنى نبقى مع عمتي ونحاول نتمنى عمتي ترجع لي القرا، ونحاول انا نكمل قرايتي ونجتهد في قرايتي ونضمن مستقبلي، يعني نبني مستقبلي ونحاول نحقق الاحلام ديالي. ما كنتمنى جميع الاباء وجميع العائلات ما يديوش بناتهم يخدموا في الديور ويخليو بناتهم حتى يكبروا، وكنتمنى كاع ما يخدموش في الديور، ولو يكبروا ما يخدموش في الديور، يضمنوا مستقبل بناتهم، يخليهم يكملوا قرايتهم، يخليهم يقراو، واخا ما يكونوش اصلا، واخا ديك البنات واخا الاباء يدخلوا بناتهم يقراو، والبنات ما يكونوش مشتاقين لديك القرايه، راه فاش يكبروا غيندموا عليها، وكاع الا ما كانش يعني ما كانوش كيفكروا في القرايه يفكروا يديروا صناعه، يديروا خياطه، يديروا طرز، يديروا بزاف نتاع الحوايج اللي غادي تنفعهم، اما الخدمه راه ما كتنفع حتى شي حاجه. في نهاية عدد الليلة أذكركم أن خدمة برنامجي نداء ومختفون مجانية. أعود وألقاكم رفقة عادل بن موسى غدا إن شاء الله ابتداء من الساعة 10 وحتى منتصف النهار عبر راديو دزان. ممتنون لوفائكم، في أمان الله.